هذه المشاركة الثانية لنا في مهرجان سيدي غليمي. المهرجان تنظيم في المستوى وفي الجمهور رحب بينا تجاوب معنا. البارح كان اول نهار الاول في المهرجان، داز كلشي زوين. القرصه الاولى كانت موفقه الحمد لله. الصبه ديالي كتكون من حنا اربعه الخواتات، والفارس الاخرين كاينين من مدينه مراكش، وكاينين بنات صحاباتنا وخواتاتنا كيجيو كيركبوا معنا من مدينه اخرى، معنا خريبكا، معنا سطات، معنا رحامنا. الحب ديال التبوريضه وديال الخيل بصفه عامه كان عندي من الصغر، بحكم ان العم ديال ماما اللي كان كيتبورد. وفاش كنت صغيره كان واحد الاختلاف عندنا في الدار، بحكم بابا بغاني ندير القفز على الحواجز، انا كنت كنميل للتبوريضه بزاف. بديت في القفز على الحواجز مده عامين، ولكن صراحه ما ارتحيتش فيه، بغيت انا التبوريضه. من بعد بابا اقتنع بالفكره وبديت التبوريضه مع صربات ديال الرجال في مدينه مراكش، ركبت معاهم مده 3 سنين. من بعد تعلمت اختي الثانيه حتى هي ولات كتركب معنا، ولينا جوج ديال البنات في الصربه. عاد من بعد جات الفكره ديال اننا نكونوا صربه نسويه اللي كتمثل مدينه مراكش. من بعد اول مهرجان ركبنا فيه كنا تقريبا 5 أو 6 ديال البنات اللي كانوا متوفرين. من بعد عاد بداو كيجيونا البنات، عاد بديت كنعلم في البنات، والحمد لله دابا واصلين 11 الفارسه واكثر. ركوب الخيل هو هوايه، هو موروث ثقافي، هو التراث ديال بلادنا، والمسؤوليه ديالنا اننا نحافظوا عليه بحكم اننا بنات، وهذه التبوريضه هي حكر على الرجال، فاحنا مطلوب منا اننا نحافظوا على التراث ونحافظوا على الصوره النسويه في التبوريضه. ركبت مع الصربه ديال الرجال، تعلمت مع الرجال، من بعد ما دات الصربه ديالي وليت كنتعرف انا والبنات، انا والمقدمات. المقدمات اللي ركبت معهم ركبت مع امل حمري، وركبت مع ميلودا، مع الزاهية ابو الليث في مولاي عبد الله. هادو هما جوج مقدمات اللي ركبت معاهم. اي وحده عندها حب الخيل وميول التبوريضه انها دير جهدها وتعلم، ولكن اول حاجه نوصي بها هي تاخذ اول حاجه رضا ديال الوالدين، الحاجه اللي ما بغاوهاش الوالدين بلا ما تديرها. الحمد لله حنا اي مهرجان ركبنا فيه كنخليو البصمه ديالنا زوينه، لا من ناحيه الفرجه لا من ناحيه الانضباط. ولكن المهرجان احسن مهرجان داز عندنا هو مهرجان صاهي، اللي كنتمناه هذا المنبر يتعاود.